عليكم وحلقة جديدة من شوبز مليئة بالأخبار الفنية والأحداث واللقاءات الحصرية من كل العالم. وقبل ما ابتدي عايزة أرحب بزميلتي مريال. ازيك يا مريال؟ منيحة وانت أميرة؟ أخبارك ايه؟ كتير منيحة. النهاردة عمالين نضحك من أول ما وصلنا على الاستوديو. إن شاء الله هيك كمان حلقتنا مليانة بالأخبار يلي كمان راح تحط المشاهدين بمود حلو اليوم. أكيد أكيد. شو رأيكم مشاهدينا لكن نتعرف على أبرز عناوين حلقتنا لليوم؟ الشاب مامي إلى التمثيل بشخصية بو عزيزي. لماذا انفجرت مايلي سايرس من الغضب؟ أحمد عز بقرار من محامي بتجاهل زينة وتوأم. ماذا قال آسر ياسين عن نور الشريف؟ شو هي أبرز أفلام فالنتاين للعام 2014؟ كيف استقبلت غادة عبد الرازق حفيدتها؟ هنبتدي حلقتنا النهاردة مع تذكير بحفلة النهاردة من مهرجان هلا فبراير اللي هيحييه رابح صقر وبلقيس ومطرف المطرف. تابعوا الحفل مباشرة مع التفاصيل والكواليس عبر روتانا موسيقى وأكيد في شوبز. هنعرض تقارير حصرية وأجواء حفلات هلا فبراير في الحلقات اللي جاية. وبمناسبة عيد فالنتاين رح نلاقي هلأ نظرة على آخر ما وصلت له العلاقة بين شامبان وتشارلي ثيرون، بين كيم كارداشيان وكانيي ويست، إضافة لجاستن تيمبرليك وجيسيكا بيال، وهل رح يتكلل حبهم بالزواج قريبا؟ التفاصيل كلها بالتقرير التالي. إليكم آخر أخبار زيجات النجوم في سيلبريتي سكوب ويدينغز. الثنائي الحائز على أوسكار شون بان وتشارلي ثيرون كانا يناقشان موضوع الزواج، انتقلا للعيش معا، وشون يتعامل مع جاكسون ابن تشارليز البالغ سنتين بطريقة ملفتة. وقال مصدر إن بان يتكلم حتى عن تبني جاكسون إن تزوجاه. واللذان سيتزوجان قريبا أيضا هما كيم كارداشيان وكاني ويست. الزواج مقرر أوائل الصيف. هاري ستايلز مدعو إلى الزفاف، ولكن نجم وان دايركشن سيكون في جولة وير وي آر. يبدو أن هاري قال إنه سيحضر، لكن صرح أيضا بأنه ضد فكرة الظهور في Keeping Up with the Kardashians، ويتوقع أن تبتعد الكاميرات عنه. وأخيرا جدة جاستن تيمبرليك خائفة لأن زواجه من جيسيكا بيل يبدو صعبا. تقول إنهما منشغلان بالترويج لأغانيهما وأفلامهما، وهذا يجعلهما بعيدين عن بعضهما، مما ينعكس صعوبة على علاقتهما. أقرت جيسيكا بأنها تريد أن تصبح أماً، ولكن لم تكن متأكدة من حدوث ذلك قريباً. قالت جدة جاستن أيضاً إنهما سينجبان الأطفال حين يصبح الوقت مناسباً. يعود الفنان حميد الشاعري إلى الساحة الغنائية من بوابة ثلاثية الأبعاد بعد أن أصدر في عام 2006 ألبوم روح السمارة. هو بيحضر الآن لإصدار عمل جديد بعنوان ودادي بتقنية نظارة ثلاثية الأبعاد اللي بتتيح مشاهدة كواليس تسجيل الألبوم في الاستوديو، كما تحتوي على الأغاني والكليبات اللي قدمها حميد الشاعري طوال مسيرته بالإضافة إلى أغاني الألبوم الجديد. وبتجي هالخطوة من حميد الشاعري لمحاربة قرصنة الألبومات على الإنترنت يلي أضرت سوق الكاسيتات بالسنوات الأخيرة، كما بيحمل ألبوم ودادي مفاجأة أبرزها ديو بين حميد الشاعري وعلاء عبد الخالق يلي غاب عن الساحة الفنية بالتسعينات. بيستعد الفنان الأردني أدهم النابلسي نجم برنامج إكس فاكتور لطرح أغنية جديدة في الأيام المقبلة، ويأتي هذا بعد لقاء جمعه بمدربه الفنان وائل كافوري، حيث رشحت الأخبار بأن في ديو محتمل قد يجمع بين النجمين. بخوض مطرب الراي الجزائري الشاب مامي تجربة التمثيل من خلال فيلم سينمائي جديد بيتناول قصة مفجر الثورة التونسية بو عزيزي. بعد نجاحهم في تأدية أدوارهم في فيلم The Wolf of Wall Street للمخرج مارتن سكورسيزي، والذي حصد عنه ترشيحا لجائزة الأوسكار كأفضل ممثل لديكابريو وأفضل ممثل في دور مساعد لجون هيل، هل سيتعاون هذا الثنائي مجددا في فيلم الجواب في هذا التقرير؟ محبو The Wolf of Wall Street سيفرحون لمعرفة أن ليوناردو دي كابريو وجونا هيل سيتعاونان في العمل على فيلم ذي قصة واقعية. أن الاثنين سيمثلان في فيلم يحكي قصة ريتشارد جول، وهو حارس أمن في الألعاب الأولمبية التي جرت في أتلانتا عام 96. وجد الرجل حقيبة فيها متفجرة وأخلى المدرجات قبل الانفجار بلحظات. سيلعب جونا دور جول الذي صنف بعد ثلاثة أيام من الحدث بالمجرد.
المشتبه المحتمل. من الجيد أن الـ FBI برأته بعد 3 أشهر بفضل محاميه الذي يلعب دوره ديكابريو. المفجر الحقيقي قبض عليه بعد 10 سنوات وأدلى باعتراف برأ اسم جول. للأسف البطل مات بعد 2 سنين، ولكن من الجيد أنه توفي مع السمعة التي يستحقها. بدأ أن الممثلين انسجما بالعمل سويا في آخر أفلام سكورسيزي، حتى أنهما أعادا تمثيل مشهد تايتانيك الشهير حين قدم جونا برنامج ساتردي نايت لايف الشهر الفائت. بعد الفاصل، شو هي أبرز أفلام فالنتاين للعام 2014؟ عن جد برحب فيكم مشاهدينا بحلقتنا لليوم من شوبز وين ما كنتوا عم بتتابعونا. طلب المستشار مرتضى منصور من الفنان احمد عز التزام الصمت وعدم التحدث الى وسائل الاعلام، لانه تبادل التصريحات مع زينه راح يكون بغير مصلحه القضيه نهائيا. وقرر احمد تجاهل قضيته مع زينه والبدء بعد 10 أيام تصوير مسلسله اكسلانس مع الفنانه اللبنانيه نور. اما زينه فقد عطلت كل مشاريع سينمائيه تلفزيونية وقررت التفرغ تماما لقضيتها حتى تثبت نسب توأمها لأحمد عز. أعلن الفنان أحمد فلوكس انسحابه من فيلم السجينان الذي من المفترض أن يلعب بطولته مع باسم السمرة ودينا فؤاد. وبرر أحمد فلوكس انسحابه إلى أن الفيلم دون المستوى الذي اعتدى عليه جمهوره. من ناحية تانية، صور أبطال الفيلم بعض المشاهد في مدينة الإنتاج الإعلامي داخل ديكور المحكمة. تدور أحداث الفيلم حول حكايات المساجين وراء القضبان. شو هي أبرز أفلام فالنتاين للعام 2014 واللي بدأ عرضها بالصالات العربية والعالمية؟ الفيلم الأول من نوع الفانتازيا بعنوان وينترز تيل، ومن بطولة كولين فارل وجيسيكا براون فيندلي، ومن إخراج أكيفا جولدزمان يلي كتب أيضا السيناريو. وبتدور قصته حول لص بيقع بحب فتاة مصابة بالسل، كان عم بيسرق منزلها ليكتشف بعدها بأنه عنده موهبة بإنقاذها من الموت، فهل رح ينجح؟ I'm Abby. What's your name? I don't know. Sunlight comes creeping in. I've had no memory for as long as I can remember. Nights are scary. I appreciate the help. Stories of what we tell. It made me think of you. It made me think of you. Beverly. Her name was Beverly. What's happening here? Oh, why keep me alive? Maybe there was something you were still meant to do. Yes, neither angel nor demon. How is he still alive? Is it possible to love someone so completely they simply can't die? Too late. You know, Peter, nothing happens that isn't supposed to. أما الفيلم الثاني اللي تم إطلاقه بمناسبة عيد الفالنتاين هو نسخة جديدة لفيلم كان نال نجاح كبير عام 81 بعنوان Endless Love. والنسخة الجديدة تحمل العنوان نفسه ويشارك في بطولة الممثلان أليكس بيتفور وجابريالا وايلد. وتدور قصته حول شاب وشابة جمع بينهما الحب على وقع معارضة الأهل، فهل سينتصر الحب في النهاية؟ ده اللي هنشوفه. Welcome to the inn. Girl looks like that, has that much dough, can't be real. She spent the past 2 years with her nose in a book. Excuse me. You coming? You're stealing his car? No, borrow. Come on. David, what about your future plans? I don't need much, just a nice girl to come home to. But you're not home. That's quite a performance you put on at dinner. Your mind is not your own. You can't sleep, you can't eat. There's no doubt you're in deep.
ليش انفجرت مايلي سايرس من الغضب؟ وهل أصبحت ليلي ألين مستعدة للعودة للغناء؟ بيونسي وسيلين ديون والمبيعات البلاتينية ببريطانيا، التفاصيل بهالتقرير. سايرس قد ضاقت ذرعا بالمبغضين. ليلي ألين تظن أنها توقفت عن عملها الموسيقي باكرا، وألبوم بيونسي في المبيعات البلاتينية. مايلي سايرس انفجرت غاضبة لأنها اكتفت من الحكم عليها بسبب تصرفاتها، وتقول إنهم مبغضوها الذين يغارون منها. مايلي أصبحت بعيدة عن فتاة ديزني التي جسدتها سابقا. يمكنك قول ذلك ثانية مايلي، ولكن التحول صاعق. وهي مشاكسة أيضا، إذ تقول لما لا نخرج ونتصرف على طبيعتنا ونستمتع بالآن بدلا من أن نكون ما يريده الآخرون. مايلي نحن نحييك. الآن ليلي ألين التي تقول إنها توقفت عن العمل الموسيقي باكرا لأنها أصبحت لم تتوقف مكرها، ولكن ربما لأن أمها لم تكن بجانبها حين كانت صغيرة، أرادت هي أن تعوض لأولادها. الآن هي متزوجة ولديها أولاد، ولكنها مستعدة للعودة إلى الميكروفون والغناء، وعلينا أن نعترف بأننا سنسعد برجوعك. أخيراً بيونسي وسيلين ديون حصلتا على مرتبة المبيعات البلاتينية في المملكة المتحدة بفضل ألبوميهما. ألبوم بيونسي المفاجأة صدر شهر ديسمبر الماضي وباع أكثر من 300 ألف نسخة، وكذلك سيلين ديون مع ألبومها Love Me Back to Life. لم ينتهي الأمر ببيونسي هنا، فهي ستقدم استعراض ميسيس كاركتر شو في بريطانيا هذا الشهر. ومعانا النهاردة فقرة مهمة جدا أنا عن نفسي بحبها جدا وقريبة جدا من قلبي وأكيد لكل المشاهدين شوبز. معانا النهاردة تليفون من مصر لضيف عزيز على قلبنا كلنا، وكمان هو نجم من نجوم العالم العربي. معانا المخرج مايسترو أي عمل بيدخله، عثمان أبو لبن. ألو. ألو. مساء الخير. مساء النور. إزيك يا عثمان؟ إزيك؟ الحمد لله. إزيك أنت؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام، الحمد لله زي الفل. بتحضر لإيه دلوقتي؟ أو خلصت من إيه؟ أنا من المسلسل هين إن شاء الله اسمه صديق العمر. قصة حياة عبد الناصر ومشير عبد الحكيم عامر وتاريخهم مع بعض إيه؟ والعلاقة الشائكة اللي كانت الناس قلقانة منها، وفي نفس الوقت فترة مصر وفترة خروج مصر وحرب اليمن وبعد كده 67، فترة زمنية ما حدش اتكلم عنها قبل كده يعني. طبعا ده المسلسل هينزل في رمضان مظبوط؟ ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. حضرتك نفيت في تصريح صحفي قبل كده ان مسلسل صديق العمر متشابه مع فيلم المشير والرئيس، نفيت الكلام ده. طب ازاي هما لنفس الكاتب؟ هو الاستاذ ممدوح الليثي الله يرحمه يعني. لا طبعا اول حاجه ده تاريخ، فالتاريخ طبيعي ان الواحد بيتكلم على التاريخ. استاذ ممدوح الليثي هو صاحب الشراره وصاحب البدايه بتاعت الموضوع يعني، هو انا اول واحد قال ان انا عايز اتكلم عن الموضوع ده، لكن في نفس الوقت احنا ما بنتكلمش على نفس اللي كان كاتبه ممدوح الليثي بالظبط بنفس السيكونس، لان في كاتب سيناريو محمد نايف هو كتب التأليف. الأستاذ ممدوح زي ما حضرتك عارفة اتوفى الله يرحمه. الله يرحمه. حد هو اللي يكمل يعني. أكيد. هو الشرارة الأستاذ ممدوح، لكن الموضوع متناول بشكل تاني خالص. يعني هنلاقي فيه فكرة جديدة من تعاطي حياة الرئيس عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر غير اللي شفناه قبل كده. طبعا هتلاقي حاجة تانية خالص. طيب وبرضه حاجة تانية بشكل تاني خالص. وبرضه هيكون في قصه جواز عبد الحكيم عامر من برلانتي اللي دايما بتكون محور اي مسلسل او اي عمل. هي مش محور، هي جزء من التاريخ وجزء من اللي حصل وقتها. الراجل حب حد واتجوزه. فاحنا بنتكلم في الموضوع ده بنتعرض له طبعا، وعامل دور برلانتي عبد الحميد استاذ دره. احنا متعرضين للموضوع ده وقايلينه بكل تفاصيله واللي حصل بالظبط، وربنا يسهل الناس تحبه وتتقبله يعني ان شاء الله. حضرتك صرحت وقلت لا يوجد فنان مصري مشهور بيوافق على تقديم دور عبد الناصر، عشان كده تم اسناد الدور للفنان جمال سليمان. يعني ما فيش اي فنان مصري مشهور ممكن يوافق على الدور ده، الكلام ده صح؟ لا هي
الكلام لا مش بالصعب مش بالنص كده مش صح. انا لما اجي بعمل كاستنج انا بعمل كاستنج لشكل عشان يبقى شبهه او قريب منه دي اول حاجه. ثاني حاجه انه يعرف يعمل نفس الكاركتر نفسها انه راجل بيتمثل جامد. فالمواصفات دي موجوده كلها في جمال سليمان دي اول حاجه. ثاني حاجه في ناس ممثلين عادي جدا من الممثلين ممكن يقلقوا او يخافوا ان يجسدوا شخصيه اول حاجه بقوه، ثاني حاجه يكون عملها حد زي احمد زكي ممثل قدير الله يرحمه اكيد عمل الشخصيه دي باحترافيه جامده جدا وبشكل جامد جدا صحيح. فممكن ناس كتير تنفذها فهو حصل فعلا ناس كانت متخوفه من ده. بس كان انا كمخرج اول ما جيت كان اول اختيار ليا جمال سليمان ما كلمش حد قبل. احنا بنتمنى لك كل التوفيق في المسلسل وكل التوفيق لفريق العمل. شكرا جدا المخرج عثمان ابو لبن. شكرا لك يا فندم. ميرسي باي باي. مع. بعد الفاصل كيف استقبلت غادة عبد الرازق ولادة حفيدتها الثانية؟ عودة مشاهدينا لمتابعة حلقتنا لليوم من شوبز. شو سر الشهرة السريعة يلي حققتها الممثلة السورية كندا علوش بمصر؟ هيدا اللي رح تخبرنا عنه باللقاء التالي. هاني عبد الله بيتر سوسة في السنتين اللي فاتوا ما غابش عن المدرسة ولا يوم. هاني ما كانش بيعرف ينام إلا لما بيصلي هو وبابا سوا. احنا النهاردة فقدنا شخص عظيم بنحبه كلنا. دي عقود كل حاجة بقى عنها عبد الله. ومالها مدارس الحكومة؟ حلوة الحكومة؟ حد يقدر يقول على الحكومة وحشة؟ كل عام وأنتم بخير. شكلك ابن ناس. وإيه اللي جابك هنا؟ هاني عبد الله في خلاص اقعد. يعني الحمد لله كلنا مسلمين. الفنانة السورية كندا علوش تروي لكاميرا النشرة في حوار خاص حكايتها مع شخصية كريستين في فيلم لا مؤاخذة الذي يعرض حاليا بدور العرض وهو من تأليف وإخراج عمرو سلامة. كما تحكي عن أسباب شهرتها السريعة في مصر بعد أن حققت شهرة واسعة في سوريا سواء في مجال السينما أو التلفزيون. كريستين شخصية زي أي أم، بس الفرق أن كريستين شوية فكرة رحيل جوزها المبكر خلاها تشيل مسؤولية وهي مش من نوع اللي عايزة تخلي ابنها متعلق عاطفيا بيها، فهي كانت شوية صارمة زيادة معاه وسابته عارف يخوض التجربة لوحده، مش لوحده معنا لوحده بس قصدي ما كانتش بتخليه يتكل عليها عاطفيا. يمكن في لحظات هنشوف الفيلم انها كانت شوية قاسية معاه او شوية صارمة، بس ده جزء من تركيبة الفيلم وجزء من تركيبة هاني اللي هو فجأة لقى نفسه في عالم تاني غير العالم اللي هو كان متربي وعايش فيه. عمري لله هتصاحب عليه. والله شكله ما عندوش لا مؤاخذة. والله شكله عنده ثلاثة لا مؤاخذة. لا مؤاخذة. لا مؤاخذة. لا مؤاخذة. أظن إن أنا عاطفية أكتر بكتير من كريستين. كريستين في لحظات كتيرة يمكن كان هاني ابنها محتاج احتضان منها أكتر أو محتاج حنية منها أكتر. هي كان خيارها ان هي تسيبه ينشف او تسيبه ان هو يتعلم لوحده وده كان اللي بيخليها تتوجع اكتر. يعني لا يمكن انا لسه ما عنديش عيال، بس يمكن انا اظن ان انا مع عيالي هكون يمكن اكتر يعني اكتر حنيه او اكتر دفع او اكتر تعاطف مع مشاكلهم. يمكن كريستين انشف مني بشويه الصراحه. طب ده انت الزلطه دي يا عم. انت عندك فيسبوك؟ ما قلتلهمش ليه؟ هقطع لك وشك الفرفور. فاكرك متربي وتعرف تكلم مدرستك ازاي؟ هصرف على ابني لغايه ما اموت. تبقى داخله كل تجربه وعارفه كويس قوي انا موجوده هنا ليه وبعمل ايه. دور كريستين مش ما اظنش ان هو من الادوار اللي بتعمله تاخد عليه جايزه، عشان بص البطل هنا في الفيلم ده نمبر 1 بالدرجه الاولى هو عمرو سلامه، هو صاحب الفكره دي اللي عملها بالشكل الشديد الخصوصيه، هو اللي عمل التركيبه سواء كمؤلف ولا كمخرج التركيبه الجديده اللي احنا شفناها في الفيلم دي. وبعدين البطل هو الطفل والاطفال اللي هم دول ابطال الفيلم. احنا بنتكلم عن عالم الاطفال دول، قسوتهم وبراءتهم وشقاوتهم وخبصهم وكل تفاصيلهم. الام هي عارف هي اللي كانت في ظهره، هي اللي معاه، بس ما اظنش ان هي مش اساس، يعني اساس في حياته بس مش الاساس في الفيلم، مش هي اللي الفيلم بيناقشها. فلا عشان كده قصدي ما توقعش خالص ان انا هاخد جايزه على الدور.
الدين لله والوطن للجميع. الحمد لله قبول أنا ما كنتش متخيلة عند الشارع المصري أو عند الجمهور المصري من أول طلة ليا من أيام ولاد العم وبعد كده في أهل كايرو وبعد كده المسلسلات اللي أنا عملتها سواء بلطجي على كف عفريت آخر حاجة كان نيران صديقة الأفلام ليا واحد صحيح بارتيتا هنا لا مؤاخذة فجومي أكتر من حاجة. الفكرة أن أنا الحمد لله زي ما بقولك كان في توفيق من رب العالمين في قبول شفته كبير جدا عند الشارع المصري وفي المقابل انا كنت ببذل جهد شديد في الاختيارات انها تكون مدروسه ما تبقاش اعتباطي ان انا دايما اقدم سواء في التلفزيون او في السينما حاجه بتحترم جدا المشاهد تحترم جدا الجمهور تحترم ذوقه فيها جهد مبذول مش حاجه مجانيه عارف عشان الواحد الفنان يختار الحاجه دي بيبذل مجهود عشان انت الوحش للاسف هو اكتر من الجيد فبتعتذر عن فرص كتيره ممكن كانت الفرص دي تسرع اكتر في النجوميه فانا اخترت ان انا مش عايزه لو اركب الصاروخ بس انا عايزه اعمل خطوات ثابته حتى لو كانت بطيئه بس راسخه على الارض يعني ان شاء الله. صرخت هدي رقم مش صريخ دخلوا شقتك فلسطينيه فلسطينيه ما بيطردوك ليه؟ أخوي كان مش معاه سلاح وعمالين بيقبضوا على كل اللي بيعرفوا. أنت معك سلاح برضه؟ لا أنا معيش. إيه اللي في الشنطة؟ هاي الشنطة فيها أغراضي وأوعية. بصي أنا مش حامل بهدلة. أنا كاسل الفيزا ومن ساعة ما جيت هنا وما مستقبلني في حالي. تقلقش أنا مش رح أسبب لك أي مشكلة. اسمك إيه؟ دارين. ممكن ابقى هون لحد الصبح لانه بقدرش ارجع على شقتي وفيش محل تاني اروح عليه. اعتبر البيت بيتك. انا هنزل اجيب حاجات وارجع على طول. اوعي تعملي اي صوت لو حد خبط اوعي تفتحي. حاضر. برغم من ظهورهم في حفل السوبر بول مؤخرا مع أولادهم دايلان وكارز إلا أن العلاقة بين مايكل دوغلاس وزوجته كاثرين ديتا جونز ما زالت في مهب الريح خاصة بعد تسرب عدة إشاعات هذا الأسبوع تفيد أن نهاية علاقتهما بالطلاق هي وشيكة. من ناحية أخرى تسربت إشاعة كاتبة على فيسبوك تعلن وفاة الممثلة كاثرين زيتا جونز. أما هلأ فشو رأيكم لو نستعرض أجمل الملابس يلي ارتديها الممثل مايكل دوغلاس على السجادة الحمراء بالسنوات القليلة الماضية. لا يشتهر فقط بالأدوار التي لعبها في الأفلام الكلاسيكية بل كذلك بزواجه من كاثرين زيتا جونز التي تصغره ب 25 عاما. ما السر الكامن وراء مواعدته نساء أصغر سنا؟ أجل البدلة الأنيقة. بالطبع نحن نتحدث عن مايكل دوغلاس. خلال الترويج لفيلم وول ستريت ماني نيفر سليبس في مهرجان كان عام 2010 تأنق ببدلة سوداء وربطة عنق رمادية منقطة وبدا وسيما كالعادة. في حفل الأوسكار عام 2013 لفت مايكل وكاثرين الأنظار. تبخترت كاثرين بفستان ذهبي من تصميم زهير مراد وتزينت بمجوهرات من لورين شوارت، فيما تأنق مايكل بسترة كحلية من كنالي وسروال أسود وربطة عنق قوس وقميص أبيض، وما زاد من أناقته منديل جيب أزرق قاتم. لكن ها هو مجددا في بدلة كحلية في مهرجان كان في العام نفسه. اعترف مؤخرا أنه بعد الانتهاء من تصوير كل فيلم يختار ملابسه من مجموعة الملابس في المقطورة، لذا نأمل أن يختار في المرة التالية بدلة من الفيلم الذي صوره عام 2013 Behind the Candelabra. بيحضر المخرج حسني صالح لمسلسل جديد بعنوان الوسواس اللي أسند بطولة الممثل السوري تيم حسن، ويتردد أن هناك مفاوضات جدية مع الفنانة زينة للعب بطولة المسلسل النسائية المفترض يبدأ تصويره في الأسبوع الأول من شهر مارس. وفي حالة موافقة زينة على بطولة المسلسل ستعود إلى التلفزيون بعد غياب 4 أعوام منذ آخر أعمالها، وأيضا سيكون ظهورها الأول بعد قصة جوازها السري من الفنان أحمد عز. وضعت روتانا بنت غادة عبد الرازق طفلتها الثانية جويرية بعد بنتها الأولى خديجة، ونشرت غادة على إنستغرام صور حفيدتها الجديدة بالمستشفى، ويذكر أنه غادة عادت من دبي من أيام لتكون بجوار بنتها أثناء ولادتها. مين من المشاهير من مواليد 14 فبراير؟ Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday,
هابي بيرثداي للممثل فريدي هايمر اللي برز منذ صغره في مجموعة من الأفلام الناجحة، أذكر منها تشارلي أند ذا تشوكليت فاكتوري وآرثر أند ذا إنفيزيبل وأوجست راش. بيحتفل فريدي هايمر اليوم بعيد ميلاده 22. واليوم بيحتفل الممثل سايمون باك بعيد ميلاده 44، وهو يلي برز بعدة أفلام كوميدية بذكر منها شون أوف ذا ديد وهوت فاز. خلال عطلة الأسبوع عم جايزي بتصوير بيونسي هي وعم تقفز من اليخت للمي، ورح نشوف سوا هالمشهد بالصوت والصورة. Team turn up. 1 2 3 she's off. بعيدا عن الأجواء المرحة، يبدو أن جايزي وبيونسي مهووسان بالرقم 4. التفاصيل في هذا التقرير. في أبريل ستحتفل بيونسي مع جايزي بمرور 6 أعوام على علاقتهما، وواضح أن 4 من أبريل سيكون تاريخا مميزا. الفنانان مهووسان بالرقم 4. منذ سنتين قيل إنهما جددا قول نعم خلال الاحتفال بذكرى 4 سنوات، وهذه السنة في 4 من الشهر الرابع 2014 قد يجددان العهود. يقول مصدر إنهما مغرمان أكثر من أي وقت مضى، وبما أن الرقم 4 هو رقم حظهما فهما يريدان تمييز هذه المناسبة. وأكد المصدر نفسه أنهما في 4 من أبريل يوم الذكرى يريدان إقامة حفل تعاهد صغير في شقتهما في نيويورك. يقال إن ابنتهما بلو آيفي البالغة سنتين أي نصف الأربعة ستتقدمهما مع وسادة عليها خاتمين، وكأن ذلك كله لا يكفي. يقال إن الاحتفال سيكمل في نادي جايزي واسمه 4040، ولإكمال احتفال التجديد سيذهب الاثنان في رحلة بحرية عبر الكاريبي ل4 أيام. شو قال أسر ياسين عن نور الشريف؟ الجواب بعد البريك، انتورونا. بلوس أنجلوس رصدت كاميرا شوبز الممثل كريس هامثورث وهو عم بيعبي سيارته بالوقود، بالوقت يلي كانت فيه زوجته الممثلة إلسا باتاكاي عم تتنزه مع بنتهم إنديا روز تحت أشعة الشمس، ويذكر أنه ثنائي بانتظار توأم بالربيع المقبل. أما هلأ فخلونا نكتشف بعض الأسرار اللي ما بنعرفها عن الممثل كريس هامثورث. أهلا بكم إلى فقرة أسرار النجوم العميقة التي نحفر فيها عميقا في أفكار نجومكم المفضلين لنطلعكم على قصص تجهلونها. يشتهر الممثل الأسترالي بحمله مطرقة كبيرة في فيلم ثور من إنتاج مارفل وفي سلسلة أفلام متصلة به، إنه كريس هامسورث. ولد كريس في ملبورن ونشأ كفتى مدينة وعاش في الريف وفي المناطق النائية، ويقول إن أبرز ذكريات له تتعلق بالتماسيح والجواميس. بدأ هامسورث مسيرته على الشاشة كما العديد من الممثلين في مسلسل تلفزيوني. عام 2002 حصل على دور في هوم أند أواي، وذلك طوال 171 حلقة ليترك المسلسل عام 2007. لكريس شقيقان وهما أيضا ممثلان، شقيقه الأصغر ليام الذي يلعب دورا مهما في الفيلم الذي حصد جوائز كثيرة The Hunger Games. أما البكر لوك الذي انتقل بدوره من التلفزيون إلى الشاشة الكبيرة. حصلت منافسة بين الأخوة للحصول على دور ثور، إذ شارك في تجربة الأداء كل من ليام وكريس. في البداية يخيل للجميع أن ليام هو من سيفوز، إلا أن الشاب الأوسط تلقى الاتصال، أما ليام فاكتفى بمساعدة شقيقه الأكبر على حفظ النص. في نوفمبر عام 2013 أعلن كريس أنه ينتظر طفله الثاني، وقد يكون هذا الخبر السار هو السبب وراء غيابه عن الشاشة الكبيرة عام 2014، لكن لديه 4 أفلام عام 2015. هل كنتم تعلمون أن هامسورث ولد يوم خميس وهو يوم سمي تيمنا بالآلهة الذي يشتهر كريس بتجسيد دورها؟ أسر ياسين من نجوم مصر اللي ماشيين بخطوات ثابتة وعارفين رايحين على فين، لذا حقق نجاح هادئ ومدوي في نفس الوقت. في السينما خصوصا انه بيعترف دايما انه بيسمع نصايح النجوم الكبار، اللي قالوا عن الفنان نور الشريف هنتابع سوا.
آسر ياسين قرر أن يراهن على أحد الأدوار الصعبة من خلال موافقته على أداء دور البطولة في فيلم فرش وغطا للمخرج أحمد السيد عبد الله. وعندما وجد آسر أن شركات الإنتاج غير متحمسة لتنفيذ الفيلم، قرر أن يشارك في إنتاجه إيمانا منه لأهمية خروج عمل يحمل هذه الرسالة للنور. آسر ياسين يحتفظ أيضا بعدة نصائح منحها له الفنان الكبير نور الشريف أثناء مقابلته لآسر بالدورة الأخيرة من مهرجان الأقصر السينمائي، سيكشف عنها آسر لكاميرا النشرة. الحقيقة أنا ما بعمل فيلم بعمل يعني خلاص ما ببصش ورايا، يعني أي حاجة بعد كده بتيجي ببقى سعيد بيها طبعا، بس ما بقاش قاعد يعني قاعد على الماضي خلاص أو على اللي حصل. خلاص فيلم نزل وتعمل ولقى نجاح معين، أكيد نجاحه في السينما حاجة تخليني متأكد جدا من الاختيار اللي أنا عملته، فالاختيارات الجاية بتبقى ليها علاقة بالاختيارات اللي أنا عملتها بكده. فالفيلم لو احنا بنتكلم على مستوى المهرجانات أو فنيا، الفيلم الحمد لله خد لف مهرجانات كويسة قوي، منها تورونتو ولندن وأبوظبي، وحصل على أحسن فيلم في مهرجان مونبلييه في فرنسا، وهيتوزع في فرنسا. ف ده برضو ان انت فيلمك بيتوزع في فرنسا وخد جايزه هناك، ده انا بالنسبه لي ان انت بتسوق للفيلم المصري، بتقول ان انت حتى في الظروف الاقتصاديه اللي عندك هنا والانتاجيه وكذا وكذا وكذا، ان انت موجود وسط السينما العالميه. على المستوى الجماهيري هنا الفيلم بتالي ليه طابع خاص جدا، ما ينفعش تتعامل معاه كفيلم تجاري كأي فيلم تجاري، فعشان كده نزلناه بفترة محدودة جدا وهي فترة أسبوع، وبعد كده الحمد لله لقى نجاح عالي جدا من 7 نسخ بس، منهم 5 في القاهرة. فبالنسبة لسبع نسخ على فيلم في أسبوع، الفيلم عمل تقريبا رقم قياسي، لدرجة ان احنا ضغطنا ان مع جهات التوزيع ان احنا نمد أسبوع تاني، والحمد لله مدينا أسبوع تاني برضو اشتغل كويس قوي. فده دي كل دي بالنسبة لي مؤشرات على نجاح الاختيار بتاعك أو على الحيثيات اللي انت خدت بيها الاختيار بتاعك، وتخليك تشوف بعد كده لما تيجي تجربة شبه دي أو ممثلة ليها، انت هتعمل نفس الاختيارات ولا لأ، هل هيقعد أسبوع أو أسبوعين ولا 3 أو 4، لأن أكيد الواحد لازم يتطور، ما ينفعش تبقى ماشي في نفس الخط. يعني لو المرة الجاية هتعمل فيلم بنفس النوع ده، يبقى عايز ان انت تنشي ان هو يبقى 3 أسابيع أو 4 أسابيع في السينما. فأنا يعني سعيد جدا بتجربة فرش وغطا، لان هو كان تحدي من الاول خالص، فالحمد لله نجحنا في التحدي ده. احنا فتحنا شركة انتاج انا واحمد عبد الله وطارق حفني وهاني صقر وعمر شامة، وهي دي اللي شاركنا بيها محمد حفزي فيلم كلينك لصناعة الفيلم، وكان مينلي عشان نعرف نعمل فيلم. يعني ما كانش فيه فكرة ان هو حد فينا بيدور على مكسب مادي، على قد ما انت عايز تعمل فيلم ده، خاصة ان ده كان في بداية 2012، وده كان ساعتها السينما فعلا الانتاج السينمائي كان تقريبا متوقف. أستاذ نور الشريف طبعا من يعني بعتبرته يعني من أساتذتي، ده أكيد. أنا ما درستش معاه لغاية دلوقتي، ما اشتغلتش معاه، أتمنى أشتغل مع بعض. وحرصت جدا أن أنا أحضر الندوة، والحقيقة كانت فعلا مهمة جدا، لأن أستاذ نور من الفنانين المثقفين جدا واللي عنده رؤية بعيدة، خاصة لما ابتدى انتاج في وقت كان هو لسه في يعني مش في البداية، بس كان قبل يعني كان من شوية يعني، وانتج واخرج وكتب. فهي كانت بالنسبة لي اهم حاجة بالنسبة لي، ان انا ساعات انت ما تبقاش عايز تبقى مستني المعروض وخلاص، وده كان هدفي من سؤالي اللي انا سألته الأستاذ نور،
وبيتهيألي محدش دلوقتي عارف يعرف أو قادر يحدد مستقبل السينما هيبقى عامل إزاي في مصر، لأن في حاجات كتيرة جدا مترتبة على أوضاع سياسية كلنا مستنيين نشوف هتخلص على إيه عشان نبتدي نشوف الاتجاه القومي هيبقى عامل إزاي. يعني الاتجاه القومي كلها حاجة بتمشي موازية لده، زي وقت عبد الناصر، زي وقت السادات، زي يعني وقت عبد الناصر كان في أفلام موازية للاتجاه القومي للقومية العربية لكذا كذا كذا، فده كان ماشي بالتوازي مع. فانت انت لغاية دلوقتي ما عندكش ده مش حاصل، فتهيألي اول ما يحصل ان شاء الله هتبقى ممكن نبتدي نحدد رؤيات معينة لاتجاه الانتاج السينمائي هيبقى عامل ازاي او المستقبل السينما في مصر. واقف هنا بتعمل ايه؟ مفيش. وايه ده جايبه منين ده؟ وريني بطاقتك. مش سمعتني؟ وريني بطاقتك. شيل لي الجهاز ده يا ابني. شيل يا ابني الجهاز ده. وريني بطاقتك. مش سمعتني؟ بقول لك طلع البطاقه يلا. في البيت. انت انا هوريك بقى. انت خش. انا هطلعك النهارده وحياه امي ما انا سايبك. ومنتوقف هلأ مع تقرير خاص عن أبرز النجمات يلي لبسوا فساتين مكشوفة على الكتاف على السجادة الحمراء بالسنوات القليلة الماضية. عندما يتعلق الأمر بالفساتين تختار النجمات اللون والشكل وكذلك تقويرة الثوب الأنسب. طوال السنوات الماضية لم تعد النجمات يرتدين فساتين مكشوفة الكتفين، بل أحيينا موضة الفساتين الكلاسيكية، وذلك في حفل الجولدن جلوبز وحفل الأوسكار وفي مناسبات عدة أخرى سرنا فيها على السجادة الحمراء. تألقت أنجلينا جولي في فستان مكشوف الكتفين من تصميم فيرزاتشي في حفل الجولدن جلوبز والأوسكار، واعتمدت ناتالي بورتمان الموضة نفسها في المناسبتين. في حفل الجولدن جلوبز تألقت في فستان من لانفان وآخر من ديور في حفل الأوسكار. كما وتألقت نجمات أخريات كجيسيكا ألبا وآل ماكفيرسون، لي بينغ بينغ وكثيرات غيرها. موضة أخرى اجتاحت السجادة الحمراء وهي الفساتين غير المتماثلة كفستان جوينيف فالترو التي برهنت للجميع في حفل الأوسكار أنها لا تخشى المخاطرة فتألقت في فستان من ألكساندر ماكوين. ميلا يوفوفيتش وبيزي فيليبس هما من اللواتي اعتمدن الموضة نفسها، ترغب بعضهن في إبراز مفاتنهن في فستان بقبة مفتوحة عند الصدر كجينيفر لوبيز وميريل ستريف وأميرة إنجلترا كاثرين ميدلتون والممثلة جين سيمور. أما موضة قبة عنق البحارة فاعتمدتها اللواتي لا يرغبن في الكشف عن الكثير من أجسامهن كما في فستان تشارلي ستيرون وميشيل ويليامز في مهرجان بالم سبرينغز. ومما يبدو أحبت نجمة أويك ويذ مارلين هذه الموضة فاعتمدتها مجددا في حفل الجولدن جلوبز. نجمات أخريات أعجبتهن هذه الموضة كجيسيكا بيل وأكتافيا سبنسر وساندرا بولوك وشارلين أميرة موناكو. أنا ومريال مستنين نعرف إيه أخبار النجوم الأتراك. خلونا نعرف النهاردة إيه بالضبط اللي بيحضروا له في التقرير التالي. احتفل الممثل التركي خالد أرجنش الشهير في العالم العربي بالسلطان سليمان وزوجته الممثلة برجواز كوريل الشهيرة في العالم العربي باسم القاضية فريدة بعيد ميلاد ابنهما الوحيد علي الذي بلغ من العمر 4 سنوات. وأقيم الحفل في أجواء عائلية واقتصر على الأهل والأصدقاء، وتم تصميم قالب حلوى عليه صورة خالد وزوجته وعلي عند ولادته. يذكر أن خالد تزوج من كوريل منذ 5 سنوات تقريبا بعد زواج سابق استمر 1 عام. أحيى الممثل والمطرب التركي أوسكان دينيس حفل كبير في ألمانيا، ثم توجه إلى اسطنبول في اليوم التالي لإحياء حفل آخر بمشاركة المطربة سيبيل ماركيلام.
ويذكر أنه عرض مؤخرا لأوسكان دينيس فيلم الماء والنار في دور العرض التركية الذي حقق نسبة مشاهدة عالية. عندي hiçbir şey az değilmiş gibi. Ya cenneti ya cehennemi verirsin sanki. Kimsin sen Kemal? Kitabın ilk resmi okuyucusu sensin. Ay çok heyecanlı. Tesadüf diye bir şey yoktur. Olması gereken olur. Şimdi biz bu kızı hiç karıştırmasak. Ben ne yapacağımı bilirim Hamza. Bütün bunların yaşanması gerekiyordu ve oldu. Ya bak, bu gönül işleri beni biraz mahcup eder. Ya sen ne değişik bir adamsın. Bakma öyle. Ben kimsenin gözüne öyle uzun uzun bakamam. Ateş suya düştü. Ama ne su buharı oldu, ne de ateş söndü. Alevleri tüm şehri sardı. Hissettikleri hep acıydı. Hem de ne acı. Şansı yok, onu öldürürler. Yapacaksın. Beni anlamadın galiba. Orada! Yavur! Hakkımsa helal olsun! Beni evlat katil etme, gel! Senden başka hiç kimsenin halledebileceği bir mevzu değil bu. Senden kurtulmak için elinden geleni yapar. Ama senin kazanın benim Haşmet. وافقت المطربة التركية إبرو بولات على خوض تجربة التمثيل للمرة الأولى من خلال مسلسل وادي الذئاب، معلنة موافقتها على العرض الذي تلقته من الشركة المنتجة للمسلسل ومؤكدة تفاؤلها بهذه الخطوة، لكنها نفت في الوقت نفسه ما تردد عن اعتزالها الغناء من أجل التمثيل. من ناحية أخرى، كشف أحد المسؤولين في الشركة المنتجة لمسلسل وادي الذئاب الذي حقق خلال الفترة الماضية نجاحاً كبيراً رغم طول عدد حلقاته وكثرة أحداثه، سعي الشركة لضم أكبر عدد من النجوم للمشاركة في الموسم الجديد بهدف جذب أكبر عدد ممكن من المشاهدين لمتابعته. مشاهدينا لهم نكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم، بيبقى أذكركم تتابعوا الليلة على روتانا كواليس هلا فبراير مع الزميلة رانيا السابع. أنا عن نفسي استمتعت جدا النهاردة ومنتظرة كمان حفلة هلا فبراير النهاردة. أكيد أكيد. نقول لكم باي باي وحدوا حشو. إلى اللقاء.